كما تشكل هذه المبادرة تجديد عزمنا على ظهور الالتزامات الدولية مثل الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين وميثاق مراكش العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة النظامية، وتعد أيضا تمهيدا للمناقشات هذه مناسبة. المغرب الحمد لله اليوم كيستضيف المشاورة الثالثة العالمية الثالثة لصحة المهاجر وصحة اللاجئ، وهذه مناسبة باش المغرب يقدم التقدم الحاصل في هذا الشأن هذا. من بعد ما استضافتها اسبانيا وسريلانكا هذا جاء الدور ديال المغرب، لان المغرب الحمد لله بالتوجيه ديال صاحب الجلاله نجز واحد التقدم جد مهم بالنسبه لصحه اللاجئ والصحه ديال المهاجر، واللي هي الصحه ديالو كتنعكس على المجتمع ككل. اليوم المرض ما كيعرف لا عرق ولا مهاجر ولا لاجئ ولا بلد ولا حدود، فبالتالي اي فرد من الافراد ديال واحد البلد اذا كانت هي متضرره بواحد المرض فكتقدر تنعكس سلبا على المجتمع. ولهذا هذه النظره الشموليه اللي بغى صاحب الجلاله في اطار ديال التنميه البشريه، ان صحه الساكنه المغربيه كلها كتهم البلد ككل، فبالتالي التمثيله القانونيه اللي درنا لها سواء في الاجتماعيه ولا في الصحه ما كاينش فيها هذا التمييز. فالحمد لله كنتكلموا على الصحه ديال الساكنه، العالم كله اليوم كيتدارس هذا الموضوع هذا، لان التدبير ديال الجائحه عرف وعطانا درس في هذه المساله هذه. ربما لو كان تقصير في التدبير ديال الجائحه في هذه الشريحه هذا كيفاش غادي يكون بعض البلدان. فلهذا يعني الصحه ديال هذ اللاجئين هي من الصحه ديال البلد ومن الصحه ديال جميع المهاجرين كذلك من الصحه ديال العالم، وهذه مناسبه باش المغرب يقدم الحاصله ديالو. هذا اللقاء هو اللقاء العالمي التشاوري الثالث الذي تحتضنه مملكة المغرب، ونفتخر أن هذا اللقاء يكون في إقليم شرق المتوسط وبالأخص في المملكة المغربية، ويهدف طبعا إلى عرض الكثير من الأفكار والتجارب التي تخص صحة اللاجئين والمهاجرين وكيفية الوقوف على مختلف الجوانب التي تضمن لنا جميعا حصول هذه الفئة على مختلف الدعم الصحي بما يضمن صحتهم وكذلك صحة المجتمعات، سواء المجتمعات الحاضنة لهذه الفئة أو المجتمعات التي يمر من خلالها في مختلف المحطات. طبعا هذا اللقاء اليوم هو للتأكيد على أهمية موضوع شمول اللاجئين والمهاجرين في جميع الخدمات الصحية في البلدان الذين يتواجدوا فيها، حيث أن صحة المهاجرين هي من صحة المجتمع، ولا يكون هناك مجتمع يتمتع بصحة جيدة من غير شمول كافة فئات هذا المجتمع في الخدمات الصحية. نعلم كمنظمات دولية أن موضوع الصحة هو موضوع مكلف جدا، ولهذا ندعو جميع الجهات المانحة لمساعدة الدول التي تستضيف عدد كبير من المهاجرين واللاجئين خاصة في الناحية التمويلية.